لك قلت لك انت حياتي، قلت ليلي عي عي، قلت ليلي امك حماتي، قلت لك يا ابن ضريطان يا ابن ضريطان. وش تريد يا ابن خريطان؟ كيف حالك يا ابن ضريطان؟ قطعت موالي يقطع عمرك، قطعت لحدي يقطع نسلك. اسمع يا ابن ضريطان، ابغي اخترع لعبه جديده تسلي. لعبه جديده؟ اي والله. وش اسمها؟ هذا اسمها كريجه. كريجه؟ وش هذه الكريجه؟ هذا الكريجه اسمع، هذا يكون العجل، ايه، وهذا الحبل تلفه على رجلك وتوقف على هذا اللوح وتدور وتقرج فيها وين ما كان. ها؟ تقرج بهذه يا زلحفه؟ اي والله. تقرج بهذه يا زلحفه يا تكرج وتفوت بنص قفايا ولك ولك هذا ولك. اذا كنت تريد تكرج يا اخو السلحفاية، انا عندي الحل. ويش الحل يا ابن فريطان؟ ويش الحل؟ قل لي ويش الحل؟ هذا الحل. ويش هذا؟ هذا اسمه الايربورد. هذا اختراع امريكاني عجيب، تكرج فينا عند كل القبائل وخاصه قبيله ابن الزبير. قبيلة ابن الزبير يحبون الاير بورد. اسمع يا ابن الضيضاء، وهذا كيف يكرج؟ هذه ها هيك اشتغلت. تجيلي تسأل ابوها اذا فيها تتكرج. الا عن ابوها هذه اكرج. انظر كيف تتكرج. هذه الحين انت تقف على البورد يعني اللوحة، والاير ينتعك من الخلف يعني الهواء ينتعك من الخلف، وتتحرك على اساس حركة توازن جسمك ليك قدام وخلفي وورا. ها هيا انزل 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 الحين 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 ابغى اجربها. بس يا ابن خريطان الحين 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 ابن خريطان اقول اسمع الحين الحين اسمع الحين اسمع اقول لك ما كنت ابغى اقول لك ان هذه خطيرة جدا. هذه بدها حركة توازن جسم، وهذه سعرها مرتفع، وتوقع عنها وتطق عنقك. وانا كابن خريطان احب كريجة ايام زمان، وانا كابن ضريطان احب كريجة الامريكان. اي قلت لي قلت لك انتي حياتي كرجتيني. اي